الخبر المهم ان الاهلي فاز، اهلي مواليد 2004 فاز على الاسماعيلي بنتيجه كبيره جدا جدا 7-0. نتيجه في الحقيقه مفاجاه، لان نادي الاسماعيلي نادي كبير في كل الاحوال وعنده قطاع ناشئين دايما بيمتاز باللاعبين المميزين في قطاع الناشئين يعني في الحقيقه. لكن كون ان الاهلي يفوز بنتيجه 7-0 على الاسماعيلي فده حدث كبير حتى لو في اعمار سنيه صغيره شويه، اعتقد 15 16 سنه يعني. 7-0 نتيجة كبيرة جدا، عايزين نعرف تفاصيل أكتر وكواليس هذه النتيجة. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. إيه الكواليس، إيه اللي حصل في المباراة دي؟ يعني نتيجة كبيرة جدا، ألف مبروك طبعا لكل الأهلاوية يعني، لكن النتيجة تلفت النظر 7-0 على الإسماعيلي، إيه اللي حصل؟ احكي لنا. طبعا يا أمير اسم النادي الإسماعيلي، اسم قيمة النادي الإسماعيلي واحد من الفرق المميز طبعا. المباراه النهارده كانت ضمن فعاليات الاسبوع العاشر لبطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2004 مقامه على ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر. بدا الاهلي اللقاء فاروق يعني اتحرك يمين او شمال شويه بس عشان نسمعك بوضوح يا امير. ايوه كده سامعك، اتفضل. يعني بدأ الأهلي التشكيل بتشكيل لما روان صلاح في حراسة المرمى قدامه اسامة مساكين، بجاد عادل ويوسف خليل، زياد أسامة في الباك اليمين ورافض خليل في الباك الشمال، في نص الملعب أحمد عماد ومصطفى أبو الخير، قدامهم ثلاثة عمر جودة وخالد سيد وميدو أسامة وعبد الرحمن ممدوح. سريعا بدأ الأهلي التهديف يا أمير مع الدقيقة الثالثة من أحداث شوط اللقاء الأول. الشوط الاولاني يا امير انتهى باربع اهداف للنادي الاهلي. الشيء اللافت للنظر يا امير ان اول ثلاث اهداف احرزهم النادي الاهلي في اللقاء كان من ركلات ركنيه. الهدفين احرزهم مصطفى ابو الخير وهدف احرزه ميدو اسامه، ثم اخر اهداف في شوط اللقاء الاول كان عن طريق اللاعب عمر جوده، وانتهى شوط اللقاء الاول باربع اهداف للنادي الاهلي. وشوط اللقاء الاول امير شاهد حاله طرد اللاعب نادي الاسماعيلي عبد الرحمن وليد بكارت احمر من الحكم اللقاء محمد عباس مايو. ويعني احنا بنتكلم عن اللقاء يا امير، عايزين احنا نشيد بطاقم تحكيم النهارده كابتن محمد عباس مايو ومكرم جمال وكابتن محمد احمد ابو الرحاب. في ظاهره كويسه يا امير ان بنشوف متوسط اعمار الحكام الموجوده عندنا في الناشئين او مباريات الناشئين، بنشوف حكام صغار السن وحكام مميزين. كويس كويس كويس. ودي من الامور المهمه جدا والمميزه، وان احنا طبعا دورنا ان احنا بندعم وبنساند التحكيم المصري، نتمنى نشوف التحكيم المصري طبعا في افضل. الشوط الثاني يا امير النادي الاهلي استمر على نفس الدافع ان انا ادور على الهدف الخامس والسادس، قدر اللاعب عبد الرحمن ممدوح يحرز هدفين للنادي الاهلي والهدف الخامس والسادس، واللاعب ميدو اسامه بعتبره واحد من نجوم اللقاء النهارده قدر يحرز الهدف تابع للنادي الاهلي. في نتيجه اعتقد يعني طبعا كانت اقل كتير من واقع المباراه يا امير، لان الاهلي متسيد اللقاء من الدقيقه الاولى. كانت ممكن تبقى اكبر من كده كمان. نعم يا امير؟ كانت ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده. شوط اللقاء الاول القائم شايل ثلاث اهداف من النادي الاهلي، وفي شوط اللقاء الثاني شايل هدفين من النادي الاهلي. لا النتيجه يعني سبعه ده اقل يعني اقل نتيجه للقاء. النادي الاهلي كان افضل، للنادي الاهلي كان احسن. حاله لعيبه الاسماعيلي النهارده كانت مديه الفرصه للعيبه النادي الاهلي ان هي تزود اكبر عدد من الاهداف. كابتن ياسر ريان وجهازه الفني قدر ان هو يستغل هذا الامر ويخلي الدافع عند اللاعبين ان انا بعد الهدف الاول والثاني ان انا ادور اجيب الثالث والرابع واجيب الخامس والسادس والسابع. يعني حتى الكابتن ياسر وهو كسبان في يعني طلع الشوط الاولاني كسبان 4-0 عم طلع لاعب خط وسط ومنزل مهاجم ثاني، شيء مميز طبعا يعني في الحقيقه. دي كانت من الامور المميزه ايضا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. برضه امير يعني احب اتكلم على الفريق، لازم نشيد بالجهاز الفني، الكابتن ياسر ريان والكابتن عبد الله فاروق والكابتن انور مجدي والكابتن عمار فتحي المدير الاداري. لا الفريق بيسير بخطى كويسه. ترتيبنا كام دلوقتي يا فاروق؟ نعم يا امير ترتيبنا كام؟ النادي الاهلي بيجي في المركز الثاني، فاصل الفرق ما بينه وما بين نادي المقاولين نقطتين. تمام. ولسه يعني النادي الاهلي لسه في لقاءات قادمه ان شاء الله، يعني هو الصراع على القمه ما بين الاهلي المقاولين والاهلي والزمالك. اقرب ثلاث فرق للبطوله هم يعني الصراع فاضي، بتتكلم في نقطتين فرق او ما بين الاول والثاني ونقطه ما بين الاول والثالث، فالمنافسه صعبه جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي من الاهلي والمقاولين والزمالك يا امير.
انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. زميلنا العزيز فاروق صلاح قال لنا كواليس مباراه الاهلي والاسماعيلي مواليد 2004 اللي انتهت فوز الاهلي بنتيجه 7-0. مبروك للكابتن ياسر ريان وجهازه اللي معاه، ومبروك لجمهور النادي الاهلي هذه النتيجه الكبيره.